Ой, гарна. А, Зугур, Юстина. Та хіба Юстина Зугур? Все для тебе, ми тобі вирвали. Пахне. Вау, вагуна айдан зугур джаміля. نستعد للذهاب إلى المزرعة حديقة الخضروات ويستينا معنا بالطبع سأحاول أن أخذها أوه. آه كده قد قطفت أمي بعض الفاصوليا في هذه السنة محصول الفاصوليا زهيد جدا قليل قطفت أمي هذه الفاصوليا والآن سنذهب بالكيس إلى المزرعة مرة أخرى لنقطف مزيدا بعد ذلك سننظف سنفرز الفاصوليا أمي لديها آلام وضعت أمي ذلك الخشب لكي لا تدخل القنافذ داخل الفناء لأن كوزما يمكن أن يهاجم القنافذ هذه الزهرة جميلة صغيرة وهنا زهرتها أحيانا يأكلون الزهور أيضا يأكلون الزهور بالبيض також и квіточки їдять смажать яйцем حسنا سأخذ جوستينا بين يدي لأن العربة لن تسير إلى نهاية المزرعة سأحمل جوستينا حسنا جاهزون صياح الديك هذه أوراق فوجي الحار ما زال الوقت مبكرا ولكن الطقس قد أصبح حارا جدا هكذا أمي تقطف الفاصوليا تقطف السيقان وبعد ذلك
квасолю бабуся рве. أمي حزينة لأن المحاصيل قليلة. هذا في كل القرية، في القرية كلها هكذا يحدث. صانع لنا صانع علينا. هنا باقية بعض الطماطم، طبعا هو مخترق قليلا ولكننا سنجنيه قريبا. تؤلمني يؤلمني الظاهر. يستينكا فاسكو كس 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 كذلك هناك من يكتب مرارا وتكرارا: ماريا ساعدي أمك، عاوني أمك. كيف يمكنكم أن تكتبوا ذلك ولا تعرفون أي شيء؟ لا تعرفون كيف أساعد. عندما أساعد أمي لا ترون ذلك، لأن يحدث ذلك في أغلب الأحيان وراء الكواليس، وراء الكاميرا. الآن أصور وطبعا لا أساعد أثناء التصوير. وهناك أنواع مختلفة من المساعدات، ليس مساعدة مثلا جسدية. لا تريد يوستينا الجلوس. دي بابا، правильно، там بابا. بابا. تقول أمي: يا للهو، لا توجد فاصوليا في هذه السنة، وفاصوليا سيئة. وستقطف أمي طماطم، والآن ستقطف أمي بعض الطماطم. تشعر بألم في الرجلين هناك في الظاهر، في الركبتين. يستجكا دي كيتا دي كوتك. هناك أسئلة كثيرة: لماذا لا تربون الدجاج، الإيوز، البط؟ في الماضي كانت عندنا خنازير، أرانب، دجاج، يعني كثير من الحيوانات.
ولكننا وحتى الباقر كان عندنا، ولكننا الآن لن نربي الحيوانات. لماذا؟ لأننا لن نسبحها، هكذا لن نسبحها. نحب الحيوانات ولا نستطيع ذبحها. تربية الحيوانات وبعد ذلك ذبح. وكذلك لا يوجد عندنا مكان لذلك، ولا نريد القذارة والوساخة في فناء البيت، هكذا. يعني هناك كثير من الأسباب، ولا توجد طاقة، لا توجد قوة لكل ذلك. يعني تكفينا المزرعة والبستان وأشياء أخرى كثيرة، هموم الحياة كثيرة أخرى. كانت عندنا حيوانات أليفة كثيرة في ريعان شبابي عندما درسنا في المدرسة، ولكن الآن لا. شبعنا من ذلك ولا نريد، لا نريد. حتى لا توجد عندنا حظيرة على الأقل. واو، وهنا عندنا كوسة. الأكل ويعني والدواء والفيتامينات، وخاصة هل تعرفون كم تربية الحيوانات الأليفة صعبة في الشتاء؟ في الشتاء هذا صعب جدا، ولا نأكل اللحم كثيرا. لا نأكل اللحم، أنا شخصيا لا أكل اللحم على الإطلاق. منذ حوالي 10 سنوات تخليت عن اللحوم، ويمكن أن أكل أحيانا سمك. أكل السمك، أكل الجبن، البيض، ولكن اللحم لا. انظروا، التصقت. الآن سأكل شوربة وفطيرة بالجبن والسبانخ. اشترينا أمس بسكويت لذيذ بالشوكولاتة، جميل. وهنا كومبوت. الو. نحن الآن خارج البيت، انظروا إلى هذا الفلفل الجميل. أمي قطفت الفلفل. الفلفل والطماطم. سنعالج هذا. المحاصيل ليست جيدة. فلفل مثل طماطم، وهذا طماطم. يوستينكا любит помидорчик.
وأنا سأفرز الفاصوليا. Он уже стоит. О, сила назад. Це мам, що ти будеш готувати? Ну, перекручу таке помідори, тоді ще баклажани, я може якийсь салат зроблю. А, сатуалібу умі салата міналь худрават. Томатим, фульфуль, базінджан. Ой, будь. Дуся, ти така маєш кусльотичка. Ось ти як розбитися, що тобі треба робити. Тебе не все. Присідає, встає. Туча дідан. А, да, ото вже там посередині, ото вже, ото там десь закрався. Ото там. Беру умный салат, ватакли бататис, Юстина кад намат, ватакулюль бисквіт. Okay,
أكلت يسينا بعد الجبن. وأنا سأكل البطاطس والسلطة.